تكون هناك نصوص صحيحة صريحة صريحة مجمع مجمع عليها، عليها. عند ذلك أنا أتصور أنه نستطيع أن نصل إلى أعلى درجات الاتفاق الاتفاق والانسجام واحترام الآخر بالضبط وقبول الآخر وعدم إهانة الآخر بالضبط وعدم تكفير الآخر بالضبط وعدم 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 إلى غير بالضبط ذلك. وأعتقد أن هذا هو المنهج الذي أسس له الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة سلام والسلام. الله. لا يتبادر إلى ذهن أحد أننا لا سمح الله أننا نريد أن نخرج من أسس مدرسة أهل البيت. نحن نتبع إمام أو إمام أئمة مدرسة أهل البيت، الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة، ولا ندعو الآخرين لأن يخرجوا من مدارسهم أيضا. أحسنتم، أبدا أبدا، ولكنه نحاول أن نؤسس لهذا المنهج. التفتوا أعزائي، هذا أمامكم كتاب نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده، والخطبة رقم 205 أعزائي، الخطبة 205 رقم الخطبة، ومن كلام له عليه السلام: وقد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم بصفين. انظروا ماذا قال الإمام، انظروا ماذا قال. قال: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. رقم الصفحة سمحت، رقم الصفحة 349 من هذه النسخة التي بيدي. قال: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. إذن يا أمير المؤمنين، يا إمام التقى، ما هو الطريق لأن نعرف الآخر؟ قال: هناك طرق متعددة لتعريف الآخر، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم. قولوا ماذا يقولون، وصف. ماذا يعتقدون، ماذا يريدون، ماذا يقولون؟ أنا بيني وبين الله وأترك ذلك لعقل المشاهد ولعقل المستمع ولعقل القارئ ولعقل المتابع ولأهل التحقيق أن يقولوا أن الحق هنا أو الحق ماذا هناك. وهذا الذي يفرق هذا البرنامج عن غيره من البرامج، من البرامج والقنوات والفضائيات والمواقع. هنا وصف وهناك سب، بل مو هذاك. بيني وبين الله كما عبرت عنها أصوات نشاز، أصوات نكرة، أصوات حشيشية حشائشية لا قيمة علمية لها. قال: ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم. ماذا نقول، كيف نعرف الآخر؟ قال: اللهم احقن دماءنا ودماءهم. انظروا هذا المنطق، وهذا المنطق التكفيري، هذا المنطق الذي يقتل الأبرياء بالمئات بالعشرات بالمفخخات وغيرها. هذا يريد أن يقول يعني الإمام سلام الله عليه أننا في الوصف إنما نريد حقن الدماء، لا نريد الوصول، الوصول إلى نعم. بر الأمان. اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم. بل إيه نعم، عندما نعتقد نحن على الحق والآخر على الضلال وعلى غير الحق وعلى غير الهدى، وقعنا ندعو لهم ماذا بالهداية، حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به.